بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. بين نوع الإيجاز فيما يأتي ووضح السبب. قال تعالى: وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. يعني معلومة هيش خدايك لقل ذاتي الله هيش خدايك ترنيه، شنك أجر خدايك ترببوايه خر إله ما خلقي خوي لبين برد وأمجى لعلى بعضهم على بعضين. يعني مثلا هلك أيوه من حقي ما خلقي خوي ميت حقي ما خلقي من الذية عشاء ولعلى بعضهم على بعضين. وعلي أبو بعض من جازي قفلت يا شنو كل إله بما خلق هرش خلق كربي ماشا لعلى بعضهم على بعضين علوب لها موش ديكا. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يعني أويك عفو، عفو يعني إذا في، يعني اشتيك لحد معمول إذا فتربي. مثلا أوانا يعني برسي شيب كان بخير خواهي قورة فرمي خذ العفو، يعني أويك لمصرفي خوتان إذا فتربي أو ببخشة. وأمر بالعرف عرفي فرمان لتشاكبها وأعرض عن الجاهلين. الجاهلين خو بارزة إعراض يعني ليبكا يعني كاري جاهلانا أنجامت باشا. مثلا أكري خذ العفو كوكو أميلة بيش زوجة لبدو خذ الميسورة من أخلاق الرجال ولا تستقصي عليهم. لا أخلاق الرجال أعسان جيريبك يعني ويك أعسان وعن ولا ولا تستقصي مقني آيات لقريانا يعني وام سختي يعني ما كان وعاو دار أواشر إجازي قصرا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. براستي بشر لبيان سحرة يعني سحر عجائب لبيان. إن سحرا من البيان سحر لبيان هي نو بيان سحر هي يعني أما إتر أو بري تعريف بو وكل شون مثلا سحر مشاعري إنسان داجير أكا وسرنجي إنسان بلا الخوايا رائك يا شيء نوع بياني تجواية حاربين ألقوا مفيش شوانو نوع بياني كتير هي يساها اللي بي لك لك أنا كوري لي لك نوعي تشبيها. مثلا آخر سحر ويرى السحر أعين الناس سحر جلبي توجهك جلبي توجهك بشيوية كيواك واسرنجي مخاطب بلا يخويا راك يشيك مخاطب أقاي لفتي ترنام يعني ماشا دي ديالة أو وقتك أو بس يحلو جادو أو كارا أكري وانيا جاري واهية مثلا عفرة فيها العلاقة من ذاكن بيك بوسيلة السحر أو عفرة وازعني الجقل أو فيها أخاك في ذوزنا كردوا. أما بنوع بيانك وايا أقل لصورتك أو سحريها يعني كابلا حاضر نية فرضا بو معوي دنيا هلص جلسك بجي بيلا وقلق سكن أقري يا حاضر نية مثلا قلق سي كسيتي بقري تعوى بيسعبي أو وإن من البيان لسحر وإن من الشعر لحكمة أو يا أما آياتك تعريفي بهشتك فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وقي صاري جازي قصر براسي مهمة. وقال تعالى: لو ترى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. أجر أبيني أو كاتيك أوان أكون نار حتيوا يعني كريستيان لأني شيء حاربين كتابك أنا قلت يا غنبرة أزرودي قال سلبي جزاكي محزوفة مثلا رأيتها شيئا فظيعا يا مزعجة أو قيامة بشتيك إذا عاش كنا ذأبيني أو إجازي حسرة فلا فوت فزهج لدس قادر ناتشي يعني كذفة لدس الراكة لدس عذابك يعني فلا فوت لهم لذا شاعر بعد أن إجازي حسيت يعني يا آية: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. مثلا وإن يكذبوك إتخاف المخضو أقل بدلو أن خصيتون عن رحد مبا لا تأسى يا أريد لا هنا كيف
خفض لا تحزن بنا خفض مخو يا لا تحزن وإن يكذبوك فلا تحزن لأن عمل أصلا جواب نية فقد كذبت رسول من قبلك شون أما علتها لذلك أولا ممكن سؤال بوشي محزون نبي وانا رحمة شون فأما أول جار نية كخلق يكفي غمران مدرو أخنوا فقد كذبت رسول من قبلك بعضين سنة إلهي وعيا أو ديارة ششمين أو تيايا بعضين جمالينا هيك لتدنيوا. وقال صلى الله عليه وسلم الطمع فقر واليأس غنى. أما عكري إجازي حل قصر في صربه طمع فقيرية يعني أخذ فقيرية لن يعزمان دي هذا وقت يعقى الإنسان اشتاكي بو بعض المتمع يبقى اشتاكي تلبيه يعني إحساس نيازك نيازي هي يأسيش يأس دولة من دي يعني أجر تو بهيوايشتي خلق نبوي كسيشتاك البداية وأمانة يا عويت هذا سايبه هواي مزيد برأة ونبوي أو دولة من دي شن مثلا أجر قرابة مأويس نبي شاورواني أو بكترفك اشتاك البداية حتما أو نعمتي كبتو يدا الإنسان عبد الإحسان لو عني توكاب عبد خوي توقعي لتوبي الرجل الرجان كارك بوكي مثلا كارك كابر رايك دعوتي كذبي حزن توقعك هي يا أجر هتوقعش نبي صوزي أجر كارك يفيدو باحترامي أو دعوتي دينات واني مثلا فشتي دي هالكي هجم رايك دعوتي كذب هجم أجبولي كارك بخصكي زوجتي ولي أجر يأس بو قال الحمد لله كله في عواتي لقال ما كردو مهشين يا بلعمو أقام انت عزيزي وقال علي كرم الله وجهه أما آلة الرياسة سعة الصدر يعني الرياسة بسعي صدرك لي أقام كابرا سعي صدري نبي رئيسي بو جيبجين عمي أو يشار قصارة قصارة وينسب للسمو ألي ونسبة دريب ولا السمو الأم شعرا وإن هو لم يحمل على النفس والله ما ها فليس إلى حسن الثناء سبيل أقل أو شخصا ظيني النفس حمل ما كانت أسر نفس يعني ظلمي نفس نجرت وبصر نفسك أخوي حالدي فليس له بل فليس له سبيل إلى حسن الثناء يترجى ولا حسن الثناء نعني شن نفسك أكل أو أم جارة نحسن ثانية أم جارة أبيت بخرابنا لي أبن حالبين بجي لسان صدق لسان كذبية بجي لسان مزح لسان زمي أي أمر وعلى ممكن لو إجازة خصال شيء ظلمة بغي وني أبا بغي 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 ظلمة كاني ظلمي كم توجيه خوي كاتوا وني محمد جاره والله لم يظلمي لم يظلمي يظلمي ذلك ضيم معنى يا أنا ابن أبات الضيم من آل مالك إن آل مالك إن مالك كنا نمشي شر أم المعادي نشتيج آية هنا كم شعر كم أجل برني على موية أول كي أنا ابن أبات جمع آبية أبا يا أبا اسم فعيلك أنا ابن أبات الضيم من آل مالك فسألك ظلمي القبومات أم جارة أتواني إجازي حفظ بليوا فليس إلى حسن الثناء له سبيل يعني له بوه وكفشته أود إلى السلام يقول إذا كان المرء لا يصبر النفس على مكارهها لم يكن هناك سبيل إلى اكتسابه الحمد حمد وكسبنا فيه وقال تعالى في وصف انتهاء لواني هل رأينا وهره أوضية مساواتي يعني وقال تعالى في وصف انتهاء حادثة الطوفان أرى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين أما إجازي قيصري تيايا السلام أقلعي يعني كفي عن المطر ما بعلينا غيظ الماء نظر يعني مشكك جودي جبلان بأرل الجزيرة استود عليه سفينة نوح عليه السلام عند انتهاء الطوفان بارك كمان
أو أنجا بين سلبندي دو مكان بين جمال الإيجاز فيما يأتي واذكر من أي نوع هو يعني شيء شاركان إخواني دي كواك شاريك يا ششم هادي وصدو بغض بغض وصدو صحيح صوت بشش دي أخذ أنا كامية بين ما في قول أبي تمام في المديح من بلاغة وإجازة ولو صورت نفسك لم تزدها على ما فيك من كرم الطباعي شاكر يعني أجر نفسي خو تصوير كي شاكر بوي زياد ناكي لسرع ويكتير دايا لا كرم الطباع يعني أو طبيعتي تويا كشتي كرم باشا أجر قرار بي خو تصوير نفسي خو كي يعني أجر خو دروس كي يعني إجازة بندربا خو دروس كي وأمانة چون تو هر چی اجزای وجودی تا در یک و پیک و کلیمانه به یک و نریاره اگر قرار به اختیار بنا بس خود بلن خود روز که نتوانی مجالی اونی به کرم اضافه که حالا بی؟ آره ایتا کرمی تواب ده اختیار جفیده ما شاکر همه او ظاهرین همش اجازی قصری تیاره یا هر ولی من مساواته لبروه واي جاندوي أنت ولا هم مشتكى تكميلي يعني كذي في برة تكميلي بمبالغة وجاندوي أما في بس من بتاعي شف ما في شوي نش ما بحث قال تعالى بس إثنان مرة تنزل الملائكة والروح فيها باشا آخر مثلا الروح هذي ملائكة كيها وتعني أتفي خاصة بسرحام أما حتما لبرأ ويا حكمتي كيا أبويا وكاريكو وقال تعالى ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات تازا قلت ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا اي مؤمن المؤمنات شكرتهم كشيها لا يعود تواجبي وقال يعني عاد في عموم بوصر عاد في عام بوصر خاف اويت نزل الملائكة والروح فيها عاد في خاف بوصر عام اما عاد في عام بوصر خاف ان اخوة الاول وكافي وبدا ربي اغفر لي المؤمنين والمؤمنات هم خويا قرتوا هم باو قدايكي قرتوا هم من دخل بيت المؤمنين ايش قرتوا ونيا وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ومن وقضينا اليه ذلك الامر يعني كيما نسبارد امره يعني او امر من تيسبارد حاربي كامرك امبو ان دابر هؤلاء مقطوع يعني دواماكي أمانة أبريتوا كحال ينادي المصبيح من كونه صبحوا أليس الصبح بي قريب يعني خلاتها صبح مورات يعني كالصبحات يكسر دابير يعني وكبرين دابير أوي بدبور يعني كلك يعني دواء أنا أبريتوا دواء براوة نحو كلك يعني وتاني حربي واتلم أنا مقطوع النفس لابن دواء براوة أبني أو أبدا 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 على شيء لا يلد إلا فاجر كفارة شتكي أوي على بزيش ابن عقل شنو شنو أما عقل دواي كان من أخيات ذيها هل فاجر كفارة فاجر كفارة حبيبي دي وقال عن ترة ابن الشداد في بعض الروايات معلقته يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم بابل يدعون عنتر والصيوف كأنها لمع البوارق في سحاب مظلم أولا كاتي تنانا دا بيري عنتر يعني كويتوا تواجبين
أشطان البئر، أشطان جمع شطان، شطان بمعنى أو بلسانية كبسطل هنا بدلو بسطل وحوالينا وبيريك على وقتك عن تربان أكن هو من يبو أهين لفاتك أكن يزكان على أشطان بئر حالبي يعني علي قريسي رايل كراون بوناوبير لكودا في لبان الأدهمي لسيني أسبع أخذنا سيني أسب بين هردو كاي تماشاكا تماشاكا برو خوارا شيوكو بوناوبير شيواه ده يعني خلقية تول درجيري تليوا ميزكاني رايل كردوه بو أو ناوطاي أسبع بو أو بري حالبي الإنسان قشوت أعيو هكو شون قريد الرايال أكي بوناو بير أو أقوى الرايال كريا بوناو أقوى والصار علي حالبين تقريباً إذا كعوام قريا وأنزل جواب لنها وفاي فضولي على يعني نا إذا مثلاً يتير رجعنا بيه مثلاً تو فكي قريس بسطل الرايال أكي بوناو بير لأوان هاتون نيزكاني الرايال كردو بوناو بوناو دسي أسفكان بوبرملي أسفكان علي 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 علو كاتدا أم جارع عن تربان كانوا لهاتك شمشير كان علي لمع البواريخ يعني علي شخماخي هورن لسيا يا علي شوقي شخماخا علي شوقي شخماخا لهوري تاريخ تاريخ شرط جسدين كافا علي علي بوتا ما نفهم بوشي خوش بامناك حاضرين وش خوي اتنابه مثلا لمع البواريق كأنها لمع البواريق إذا في سحاب مظلمين ولوائز يا مثلا لبان الأدهم أو إذا في أشطان بئرين حاضرين في لبان الأدهم أما باغر أما أكريب جوريكي تربية أما هنا كنت معشا بلناو بيلا زمان قال او هلا جوزري او اخي يعني خست دوايين ماشي فيها دواي واشتروا او انا قرقروا على صورات فتشكان وصل كله واشتركوا وخلي يا قاع خست دواي قاوش تناول بيدك هنا يا تلو جاوب هي جورنيه استفاده كرا ابو ام موضوع على اسف جاء او فتنيه لبرملي اسبكو تناول دسيو ايبن شاكا وصلي اكن بو سطليا هرشيكا يخلنا وبينك زمانك وقتها هناك فربو لعاو كما أسمك لي أخري حالبين أو ديت السلوة أعوى من الزين بو يتشي أوعبي لسيني أوعي أم جارة وقال النابغة الجعدي على شي ألا زعمت بنو سعد بأني ألا كذبوا كبير السن فإني ماذا كبير السن فاني أو فاني ألا زعمت آية قمانيا نبرد وبنو سعد بأني كبير السن شاكا فاني من مثلا كير مفاني بو مفوتاوم ألا كذبوا أقاب ابن وكذروك من واني أنا ولا كذبوا يا نبي وناو حالبي أو اتناب يتلو اللي وايزا فيك تدور نبرا ويكا أو شركة فينا خوش لخودي وخاتور يا حطيا علي أم حطيا يا ما زمان تيس يشبوها لكاتي خويا حضرتي عمر هرشي ليك فرمية قال هجويات كي جويني دابا خول وشي علوشي هجويات قال هرشي لك دوزوان تبرو أنا وواتني وقال الحطية تزور فتى يعطي على الحمد ما له ومن يعطي أثمان المحامد يحمد تو جوانك زيارة دكا يعني جوان مردية كلا سر حمد استعيج مالي خوي أبخشيها قال تو تعرفي ليكي أما ومن يعطي أثمان المحامد هركسك ترداختي نرخي استعيش كان بدا او خو استعيش دكري يعني كاستعيش يان كردو ان الخكي برداغ نكر وطبعا باوا ميشي ليدا زلماك بام جارة شاعرك فيا ابي الله كاكا لقد انزلت حاجاتي بواد غير ذي ظهر حالبي
على مني إذا كان يقوم هنا وت وادي شيء غير زيزاف يعني شو هذا كان شيء لنا عربي حالبين يا شو عليك إيه يا زميلنا إيه حتى ولا ما مثلاً إيش تأثير تناك وق وايا حتى ولا نقدر نخرج بي وقبة فلمريشك بردك بتعشي وايا بردك بتعشي إيش لنا بتوه فقال ابن النباتة السعدي سعدي وعلتي عليه لم يبقي جودك لي شيئا أؤمله تركتني أصحب الدنيا بلا أمل ماشا أو أخذوا هذا الشعر قبل جودي تشتيك لك بأرزي كم بابنين عشتته حابل ما شاك الشيئا أؤمله أقل لم يبقي جودك لي شيئا أقل هو يعني هشيبه من نيالاته لو أنا مثلا معناه كي خراب وجا يعني كواتته أود كندوه يا عم مثلا من وجا كواتته هم مشتكان عند من سندو أم جود بخشيته مشتكان مني شي بخشي والله أنا تركتني أصحب الدنيا بلا أمل وقال ابن المعتز يصف فرسا الله صببنا عليها ظالمين سياطنا فتارت بها أيد سراع وأرجل أريما رجاند ما نوشون بارانا باري أعوى باراني شلاق من ربان رجان بسر أو أسبده باشا جاء وقت يعني حالي إما أبو ظالم بوين أو أسبد الرشد نام يازي باليدان نبو شو نقول أو ظالمين النبي كعلا لي وعلا لا أو أسبونا تمر بوا وبشيخ رزا باسي هيسلك يا خويا كعلي سيفتاحي ميترم روجي بحجد لينوي كل كي دره نال ابن او ساب السم جوي بزود يعني او نخور هو يزري دور هو يعني يقول لي واك كوت ولا قورة كلا سيفتا علي نويوة او يشبه قوة دقوة كل كي دره تبدا سيوشتا بحال جوي بزو عنده علي واه كابرا وادني على سببنا عليها سياطنا اقر ظالميني لقلنا بيه يعني حقي اخوان بول ابن في النار يتملوا لنوع ظالمينه فتارت بها ايد سراع وأرجل يعني أو يعني هل فران يعني أسبكان هل فران دسقلوا قاجقلكي بسرعة يعني أقرأ أو دسقلوا قاجقلي أدابيك أو توازني بعضي بتويتها حابين أو سراع وأرجل بكين بسين سراع صفتي أيديك يدي أيدي سراع وأرجل سراع حابين يتولى بقرينيه نتاع لواحد ما كنت لأمره